واحنا بنتكلم كمان عن الكوميديا، زي النهارده رحلت ايقونه كوميديه اشهر حموات السينما المصريه الفنانه الكبيره ماري منيب. كان ليها حضور كبير جدا في كل الاعمال اللي قدمتها واللي لسه عايشه لحد دلوقتي. في مثل هذا اليوم رحلت أيقونة الكوميديا أشهر حموات السينما المصرية الفنانة ماري منيب. أنا طول عمري وحدجية وحفيظة وأحفظ الدور من أول مرة، وكانوا مسميني ولاد الكار حرامية شغل. ولدت ماري منيب في دمشق عام 1905، وجاءت مع أسرتها إلى مصر وسكنت في حي شبرا بالقاهرة. أحبت الفن وهي لا تزال صغيرة، وعملت في بدايتها كراقصة في الملاهي، واشتهرت برقصة الألل، ثم دخلت الحياة الفنية في ثلاثينيات القرن من بوابة المسرح في سن 14 من عمرها، وذلك خلال مشاركتها في مسرحية القضية نمرة 14. انضمت للعديد من الفرق المسرحية، منها فرقة فؤاد الجزائرلي وفرقة علي الكسار وفرقة أمين عطلة وبشارة وكيم ومحمد بيومي وفرقة رمسيس، وكذلك انضمت لفرقة الريحاني عام 1937، وظلت في الفرقة حتى وفاة نجيب الريحاني عام 1949، لتحمل على عاتقها مسؤولية الفرقة مع بديع خيري وعادل خيري، وقدمت العديد من المسرحيات الناجحة وقتها. بدأت ماري منيب طريق السينما في عام 1935 في فيلم قصير بعنوان حفل استوديو مصر، ولكن أول فيلم شاركت فيه كان في عام 1936 بعنوان أنشودة الراديو، وبعدها بعام قدمت الحب المورستاني وامراتي نمرة 2 والعزيمة وإلى الأبد. يا مدام دي وشي تعبان قوي، زي ما يكون عمري 30 سنة. آه يا ناري، أنا مش غايزني إلا كونه نفد من إيدي، اتمدد مات قبل ما فيش غليلي. كان آخر عمل شاركت فيه هو فيلم لصوص لكن ظرفاء في عام 1968، وكتب على تتره فقيدة الفن.